الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. وهذه التغطية الخاصة بذكرى 40 الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، ونحن من الصحن الحسيني المطهر في هذه الذكرى وهذه المسيرة المليونية إلى سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه. مشاهدينا الكرام، نسلم على سيد الشهداء أبي عبد الله، كل من مكانه في طريق الإمام الحسين عليه السلام، في بيوتكم أينما كنتم، نسلم على سيدي ومولاي أبي عبد الله بهذا السلام وهذه الزيارة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تستمر مسيرة العطاء ومسيرة زيارة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام على مر الدهور وعلى مر السنوات. تتجدد هذه الذكرى ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يبقى صوت الإمام الحسين عليه السلام ونوره ضياء خالدا إن شاء الله على مر الدهور والأجيال. مشاهدينا الكرام، حديث حلقتنا لهذا اليوم نتحدث حول الآثار التربوية لزيارة 40 الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. هذه الزيارة التي ربتنا منذ سنين ومنذ أجيال، وسوف تربي أبناءنا ونربي أبناءنا على حب الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. كيف يمكن للوالدين أو الآباء أن يؤثروا في أبنائهم من خلال أفعالهم ومن خلال تصرفاتهم وسلوكياتهم في طريق 40 الإمام الحسين عليه السلام؟ عندما يرى أطفالنا صلاتنا في وقتها، عندما يرى أطفالنا كيف نجلس في مجالس العزاء، عندما يرى أطفالنا يروننا نقف في خدمة سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه لضيافة الإمام سلام الله عليه وضيافة زواره بالأحرى، كل هذا تربية بالأفعال، تربية هؤلاء الأبناء على حب الإمام الحسين عليه السلام وعلى خدمتهم. هذا الطفل عندما يرى أبويه في هذه الخدمة وفي هذه الزيارة مستمر في عطائه، سوف يقلده وسوف تكون له بصمة واضحة في تربيته في المستقبل. ولذلك نرى زيارة الأربعين لم تنقطع على طول السنين وعلى مر الأجيال. نرى الأبناء يأخذون من آبائهم جيلا بعد جيل. مشاهدينا الكرام، كذلك يعني اليوم نتحدث عن ضرورة اصطحاب الأطفال في زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام، مع لربما الأذى الذي قد يحصل في الطريق من معاناة الأهل، تعبهم من الأطفال، من يعني أكيد مراعاتهم ومداراتهم في الطريق. الطفل يتعب، الطفل يحتاج إلى احتياجات خاصة به. لكن اليوم نشوف في زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام كل هذا، ومع كل هذه المتاعب الآباء يصطحبون أبنائهم. تكون هناك زيارات عائلية بالإجماع، يعني بيوت كاملة تخرج لزيارة الإمام سلام الله تعالى عليه. هذا الطفل عندما يعني في كل عام نصطحبه إلى الزيارة، سوف يرى في الطريق الزائرين ما يفعلون من أفعال في خدمة سيد الشهداء عليه السلام. دور هذا الموضوع في ترسيخ العقيدة في نفوس الأطفال، وكيف يمكن أن تكون هذه الزيارة وهذه المسيرة ذات أثر كبير وعميق في التربية الحسينية. طبعا زيارة 40 الإمام الحسين هي ليست فقط مسيرة لربما يشاركها الكثير من الناس وأخذوها كعادة متوارثة، بل هي مهرجان ثقافي قائم بحد ذاته. اليوم على طريق الإمام الحسين عليه السلام بجميع محاوره نرى ونشهد وقفات ومحطات ثقافية، وكان دور العتبات المقدسة دائما السابقة ولها الصدارة في هذا الموضوع. العتبتين المقدستين من ضمنها العتبة الحسينية المقدسة وما أقامته الأقسام بكافة أصنافها، ومن ضمنها طبعا أكيد أنا أحب أنوه وأشكر جميع الأقسام القائمة بخدمة سيد الشهداء عليه السلام في هذه الزيارة. وبما أنه حديثنا عن القسم أو الجانب الفكري والثقافي، أتحدث حول قسم تطوير الموارد البشرية
اللي كان إلى وقفات كثيرة ومحطات ثقافية متنوعة في شتى المحاور، محور بابل، محور بغداد، ومحور النجف، وبالأخص محور النجف اللي هي محطة الزائر الصغير، اللي اليوم إذا إن شاء الله مشاهدينا أنتم في طريق الإمام الحسين عليه السلام وفي طريق النجف الأشرف، لا بد لكم من التوقف عند هذه الزيارة أو عند هذه المحطة واصطحاب أطفالكم لما لهذه المحطة من أثر فكري وتوعوي في نفوس الأطفال. الأطفال اليوم في هذه المحطة لهم أقسام متنوعة، قسم القراءة وهي التدبر في القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم على شكل حلقات، قسم المواهب اللي هو يعطى الأطفال الأقلام والتلوين ويعبرون عن مواهبهم بالرسم والتلوين ويفرغون هذه الطاقات، بالإضافة إلى تنوع تلك النشاطات. طبعا أيضا لقسم التطوير دور كبير أيضا مشاهدينا في كافة أصنافه، يعني عندنا أيضا مسابقة الأربعين، ورقة التوبة، وهل أنت حسيني، وعدة من الفقرات المتنوعة، بالإضافة إلى توعية الشباب من خلال كشافة الوارث للشباب. هذه الكشافة اللي كانوا من ضمنها أكثر من 1000 متطوع عملوا في خدمة الإمام سلام الله تعالى عليه، وهؤلاء الشباب موزعين على كافة المحاور ومناطق مدينة كربلاء المقدسة، يعملون في الخدمة في النظافة، تنظيف مدينة كربلاء المقدسة لكونها تغص بزائر الإمام الحسين عليه السلام. والمشهد أمامكم أيضا يحكي هذه الحشود المليونية. فعندما نستثمر طاقات الشباب بالصورة الصحيحة والمطلوبة، عندما نغرس فيهم حب الإمام الحسين عليه السلام مخلوطا بالتربية والتوعية، هذه أفضل نقطة ممكن أن يعني نستثمرها في زيارة الإمام الحسين عليه السلام. شباب اليوم محتاجين إلى استيعاب من قبل من هم مختصين بهذا المجال، من هم قائمين عليهم. عندما أكون شاب ذو طاقة أستطيع خدمة المجتمع، فأفضل خدمة ممكن أن أقدمها هي خدمة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لا ننسى جانب النشر والتوعية من خلال الكتب والمجلات، وكان أيضا دور لمجلة الحسين الصغير اللي هي أيضا الرائدة في مجال توعية الأطفال. دائما ما عندهم المنشورات الخاصة أو مواضيعهم المضمنة في هذه المجلة في خدمة الإمام الحسين عليه السلام، توعية الأطفال، تعريفهم بشكل جميل وشكل قصصي لطيف مبسط حول قضية الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. طبعا أيضا مشاهدينا مثل ما تعرفنا أنه قضية زيارة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه هي نعم تقبل الله أعمالكم وزيارتكم إن شاء الله. نعم مشاهدينا مستمرين معكم، وإن شاء الله في هذه التغطية مثل ما ذكرت أنه زيارة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه وبالأخص الأربعين هو مهرجان فكري ثقافي قائم بحد ذاته، لا يقتصر فقط على المشي والزيارة، يعني بالإضافة إلى الجانب الروحي، إلى الشوق، إلى محبة الإمام سلام الله تعالى عليه، إلى الكثير من التهيئة والتوعية. وذكرنا أنه بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المقدمة وللكل يشيد بها من المأكل والملبس والمبيت، بما أنه ثورة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، أو فلنقل نهضة الإمام الحسين، هي نهضة فكرية ثقافية، فلا بد أن نقف هنا وقفة فكرية ثقافية في مسيرة زيارة الأربعين عليه السلام. عندما نصطحب أطفالنا ونحن في تعب وحر، لربما الأجواء قد تكون صعبة مع توفر الخدمات، هذا الطفل اللي اليوم يرافقني ممكن أن يستثمر وقتي معاه، أفهم ليش أنا أخذت وياي إلى هذا الطريق وإلى هذا التعب، أخليه يستذكر الأسارة من أهل البيت سلام الله تعالى عليهم والسبايا، أحكي له قصة رقية سلام الله تعالى عليها والأطفال وعيال الإمام الحسين عليه السلام عندما رافقتهم السيدة زينب في المسير مع التعب والعناء والجهد اللي كانوا فيه،
من غير خدمات اللي اليوم متوفرة، اليوم الخدمات المتوفرة من المأكل والملبس ما كانت متوفرة للأسارة والسبايا من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. لما ما توفرت هذه الخدمات يعني اليوم أطفالنا يمكن إذا شعر نوعا ما بالعطش أو الجوع راح يتأذى وإحنا نتأذى أكثر. يمكن في هذه الزيارة وفي هذه الخدمة نشوف هذا الطفل عندما ننظر إلى عينيه أكو فد حب وولاء في طريق الإمام الحسين عليه السلام اللي هو يتعلق بالزائر ويريد أن يخدمه. شفنا مشاهد كثيرة على شبكة الإنترنت في تصفحنا لمواقع التواصل الاجتماعي كيف الأطفال متشبثين بالزائر يريدون خدمته، يتوسلون إلى الزائر أن يشرب الماء، أن يأكل الطعام، أن يستضيف بضيافتهم. هذا من أين أتوا به الأطفال؟ هذه المشاعر، هذا الحب، هذا التعلق، هذه التربية الحسينية الصحيحة اللي لابد أن نربي عليها أبنائنا. بحبنا لمحمد وآل محمد نزرع ذلك الحب في أطفالنا ونورثه إن شاء الله للأجيال القادمة من غير تردد، من غير أن نفكر مرتين في الموضوع. الأمر لا يحتاج تفكير، بمجرد أن نقول لبيك يا أبا عبد الله ويرتفع هذا الصوت في حرم سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه تهتز القلوب وتدمع العيون. اليوم دا أشاهد من خلال زائري الإمام الحسين عليه السلام بمجرد تلبية النداء كيف أنهم يجهشون بالبكاء وكيف أنه المشاعر يعني تنبعث من غير أن تتوقف في حب سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما ذكرنا الكثير من المواقف اللي نستحضرها في زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام والكثير من الدعوات التي نتعلق بها ومن ضمنها الدعاء لسيدي ومولاي صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه وعجل الله فرجه. لا تنسوا إمامنا الغائب عجل الله فرجه بالدعاء والزيارة، لا تنسوه من المناجات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه طالبا بثأر جده الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. طبعا أيضا دائما ما ندعو من ضمن دعاء الندبة بنفسي أنت من مغيب أو بنفسي أنت من شائق، من أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنى، هذه التذكرة وهذا الاستذكار لسيدي ومولاي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه ولنستشعر أنه يسير معنا في طريق الإمام الحسين عليه السلام في طريق المشاية كأنما نتصفح الوجوه لنبحث عنه سلام الله تعالى عليه وهو معنا نستشعر به بقلوبنا. مشاهدينا الكرام مستمرين إن شاء الله بتغطيتنا هذه وإن شاء الله إذا أتيحت الفرصة بأن نستقبل ضيوف من العتبة المقدسة حتى يكونون معنا ونشوف تفاعل أطفالهم معاهم كيف صاحبوا هؤلاء الأطفال إلى الزيارة وكيف كانت ردود أفعالهم إن شاء الله. إذن مع هذه الزيارة المباركة لسيد الشهداء سلام الله تعالى عليه إن شاء الله يهيأ بعض الضيوف للقاء معهم ومعرفة يعني تفاعل ما مدى تفاعل الأطفال معهم في زيارة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. طبعا أحب أذكر نقطة جدا مهمة أنه كيف مدرسة عاشوراء اللي هي أيضا مرتبطة بمدرسة الأربعين، هذه سلسلة متواصلة ومتكاملة من الخدمة والحب والولاء بالإضافة إلى الجانب التربوي. أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم ذكروا في حديث لهم جرأة الولد على الوالد في صغره تدعوه إلى العقوق في كبره. الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه ربانا أن نربي أبناءنا على التهذيب هذا الطفل وتربيته منذ الصغر. عندما تكون هناك مناهج تربوية موضوعة ومؤسسة من قبل الإمام سلام الله تعالى عليه اللي هو المدرسة المتكاملة بما فيها، سوف لن يكون هناك جرأة من الولد على والديه منذ صغره، سوف يتهذب هذا الطفل ويتعلم من مدرسة عاشوراء كيف عاملت السيدة رقية سلام الله تعالى عليها أبيها الحسين سلام الله عليه وكيف كانت تلك العلاقة علاقة جميلة
علاقة يمكن أن نسميها بالعلاقة الروحانية الشفافة الخالصة، ذلك الحب المرتبط بسيد الشهداء سلام الله تعالى عليه، بالإضافة إلى السيدة سكينة سلام الله تعالى عليها التي تمثل الشابة المهذبة الواعية وأيضا الملتزمة بتعاليم دينها، وأكيد اللي هي متوارثة من أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. عندما نستقرأ هذه المعاملة الطيبة فيما بين الإمام الحسين وأبنائه وبناته نستشعر كيفية التربية الصحيحة. يعني دائما ما نأخذ من منهج أهل البيت سلام الله تعالى عليهم مدرسة في تربية أبنائنا. إذا درسنا كل نقطة من نقاط عاشوراء وواقعة الطف سوف نرى كيفية التعامل وكيفية الكلام الجميل والمهذب بين أهل البيت سلام الله تعالى عليهم فيما بينهم. اليوم شنو دعا أبنائنا والعياذ بالله إلى أن يجرهم إلى العقوق وإلى التمرد وإلى الخروج عن نطاق العائلة؟ صحيح أنه هناك غزو فكري كبير من قبل الأعداء في الطرف المقابل، لكن اليوم زيارة الأربعين وخاصة نهضة الإمام الحسين عليه السلام تعيد ذلك الزائر إلى مسيره الصحيح، وتعيد المربين إلى تربية أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. اليوم زيارة الأربعين أثبتت يعني نفسها وبرزت في يعني الكثير من دول العالم وفي شتى بقاع العالم، من شتى الدول من المحافظات المختلفة هناك تغطية إعلامية واسعة من قبل يعني حتى فلنقل ليس من المذهب نفسه أو من المسلمين أو من شيعة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. اليوم فرضت زيارة الأربعين نفسها حتى على نطاق واسع من العالم، بحيث أصبحت هذه الزيارة يعني هي موضع أو فلنقل موقع جذب كبير بالنسبة للزائرين من شتى نطاق العالم. إذا مشاهدينا مثل ما قلنا دائما يكون حب الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه هو المحور الأول والوحيد اللي دائما ما نتحدث به وما نكون يعني متأطرين بهذا الإطار المبارك. نحتمي بسيد الشهداء فكريا وثقافيا كيف كان سلام الله تعالى عليه مدرسة للأحرار. إذا نكون إن شاء الله مع ضيوفنا الكرام اللي يكونون يعني قادمين من مسير الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وهذه الجهود المباركة اللي تسعى دائما إلى أن تقدم المزيد والأفضل على مختلف المستويات. إن شاء الله إذا تهيئوا الضيوف نكون معاهم. طبعا زوار الإمام الحسين عليه السلام نشوف أنه المتحمسين للزيارة الداخلين على عجالة، اللي يريد أنه فقط أن لا يفارق ضريح الإمام الحسين عليه السلام لا يستطيع مفارقة ذلك الضريح. يعني هذه الهدية والجائزة العظيمة أنه وصل إلى هنا وتعلق بشباك أبي عبد الله الحسين، كيف له أن يفارق ذلك الشباك وذلك الضريح وأن يبتعد يمكن بعيدا أو أن يعود أدراجه، بما أنه زوار الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه مستمرين في زيارتهم. نعم إن شاء الله تتفضلون هنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا هلا. أهلا ومرحبا بكم، تقبل الله أعمالكم وزيارتكم. أهلا ومنكم إن شاء الله. طبعا نحب إن شاء الله نتحمد لكم على السلامة ووصولكم إلى أرض كربلاء المقدسة إن شاء الله سالمين، وإن شاء الله تعودون إلى دياركم سالمين. نتحدث اليوم عن الآثار التربوية لزيارة الأربعين. أنتوا اصطحبتوا معاكم أطفالكم، كان لكم فد بصمة مثلا لأطفالكم الغرس في نفوسهم حب الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم نعم. سألوك الأطفال، سألوك أنه وين رايحة وين متوجهة وين مسافرة؟ نعم نعم يسألون. شنو قلتي لهم؟ يعرفون، لأنهم إحنا نحط لهم مشاهد كرتونية أطفال يعرفون مسيرة الحسين وزيارة الحسين، ويتمنوا والله قاموا يبكوا نبغى نروح نمشي للإمام الحسين. تتعبون يا حبايبي؟ قالوا لا نبغى نروح مثلش ماما، نبغى نروح مثلش ماما نزور الحسين سلام الله عليه. ما قدرتي، ما كانت الظروف مهيئة أن تصطحبيهم معاك؟ أيوة ما كانت الظروف لأن مبالغ صحيح
صحيح الظروف صعبة، ومثل ما تفضلتي أنه الجانب المادي يلعب دور كبير في هذا الموضوع. هناك في مكانكم في موطنكم إذا لم يعني تكونوا قد أتيتم إلى سيد الشهداء في سنين سابقة، كيف تعبئون أطفالكم في حب الإمام الحسين خاصة في مسيرة الأربعين؟ عن طريق الرسوم الكرتونية ذكرتي لي، عن طريق الأفلام، شنو بعد مثلا من المواضيع اللي تطرحيها الأطفال ليش تعلميهم حب الإمام سلام الله عليه؟ من مجالس الحسين سلام الله عليه، ومن الروضات اللي حق الأطفال، يعني رياض الأطفال تصطح بهم معاه فيدرسونهم رياض الأطفال، احنا يدرسونهم عن سيرة الحسين، كل ما يعني مناسبة تجي يعطوهم يعني كتيبات يسألونهم، يعني غرسوا في أفكارهم حب الحسين رياض الأطفال خاصة يعني بالمذهب الشيعي هناك لأهل البيت. نعم سلام الله تعالى عليهم. احنا ما سألناكم عن اسمكم، من أي بلد؟ احنا من السعودية. أهلا ومرحبا. من القطيف. اهلا وسهلا. يا رب يا رب ان شاء الله. ام من حضرتكم؟ ام منو؟ ام علي. ام علي اهلا ومرحبا ام علي، ان شاء الله يحفظ اولادكم يا رب جميعا. ذكرتي لي انه برياض الاطفال اكو فد دروس يعلموهم حب الامام الحسين سلام الله تعالى عليهم. زين لما تصطحبين ايضا ابنك للمجالس يعني يكون برفقتك، ما تحسين انه اكو تعب جهد عليك، يمكن انه يزعجك ما يخليش تسمعين المجلس بصوره صحيحه؟ لا يستمعون، يبغى يتسابقون لدعاء الامام الحجه، كل يعني كل يوم في المجلس يقول انا اقرا دعاء الامام الحجه، فصير مجادله، اذا تقرا واحده الثانيه تقعد تبكي، اقول لهم ثنتينكم يعني كملوا، قالت لا انا اقرا كله، اقرا كله يعني من الاول للبدايه، فصير تسابق على دعاء الامام الحجه. وفي اللطميات يعني يحفظوا يركزوا. رغم مجالس خاصة للإمام الحسين عليه السلام هناك؟ نعم نعم عندنا خاصة بالأطفال بالتحديد، أكو مجالس تعقد حلقات خاصة للأطفال؟ إيه في مجالس حق الأطفال، حتى الرياض الأطفال يسوي لهم يروح بهم يوم المناسبة، كانت مولد أو كانت عزاء يودوهم لحسينية ويمثلون. أكو طفل يمكن طفل يقرأ المجلس، الرادود يكون طفل؟ لا المدرسة هي تدرب الأطفال على شيل اللطمية أو على شيل النعي، وواحد من الأطفال يعني هو اللي يلقي أو مجموعة من الأطفال، فهم تغرس فيهم حتى يسوي لهم، حتى في طواف الكعبة يسوي لهم مجسم كعبة ولبسوهم إحرام وطوفوهم يعلموهم كيف يعني. ما شاء الله. زين هم سنة من السنين كانت لكم مثلا في زيارة واصطحبتوا الأطفال معاكم؟ لا مع لحد الآن لا مع الأسف. بعدهم لسه إن شاء الله يا ربي يوفقكم ويوفقهم، وإن شاء الله من أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه يا رب، إن شاء الله ربي يوفقكم لكل خير. أم علي شكرا جزيلا لكم، شكرا لهذه الكلمات الجميلة وهذا التحفيز لكل الأهالي والمربين. حاضرين على راسي عيني. شكرا يسلم راسكم، في أمان الله وحفظ، زيارة مقبولة إن شاء الله. إذن معكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة، ومعنا زائرة أخرى إن شاء الله، أهلا ومرحبا بكم. الله يحفظكم، تفضل عزيزتي. من أرض القطيف. اهلا ومرحبا بكم، ولو سمحتوا بس توجهون الكاميرا. يا اهلا ومرحبا بكم. ان شاء الله ازور السيد الشهداء ابي عبد الله الحسين وعزي نبي الرحمه وعزي الزهراء وعزي امير المؤمنين. بارك الله فيك. هذه الجموع ان شاء الله بعين المولى سيد الشهداء، ويشاهدكم ابا عبد الله ان شاء الله ويتقبل زيارتكم. قلبي يشفى الله عليه وعلى روحه. سلام الله تعالى عليه. على جنجيه بروس اخوته. زين امجد من الشام لكربله والراس عند السجاد في معمله. الله يبارك فيك ان شاء الله، يتقبل اعمالكم. الله يسلم جانب، يلا قص لنا جميع الزوار ان شاء الله يا رب، وهديه ان شاء الله من جميع الزوار الى ان شاء الله الى الحسين ان شاء الله، جميع اللي قلدون الدعوه والزياره ان شاء الله يوصل سلامهم لسيد الشهداء، لاني مقابل سيد الشهداء يا بعد قلبي خلود. خلود الروح. ام من حجيه؟ روز يا بعد قبل يطلع بشحن. نعم. حمد الله والديش. حمد الله والديش يا بعد. ام منو؟ ام خالد الزاير. ام خالد اهلا ومرحبا ام خالد. ام خالد ويا من جايه؟ من القطيف حبيبتي. ويا من ويا من؟ جايه لاي حمله؟ ها حمله. الاولاد وين؟ لا لا بس اللي في القطيف. من القطيف، الله يبارك بكم ان شاء الله، ربي يتقبل هذه الجموع يا رب العالمين. يا سر شدها حبيبتي ان شاء الله. شكرا جزيلا ام خالد. سنه وكل سنه ان شاء الله ما دام اني حيه موجوده ان شاء الله، سنه وكل سنه ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه انت تجون عندي ان شاء الله دفنتي عند الحسين ان شاء الله يا رب. والله انبريد انت عند الحسين، ابوي يندفن عند امير المؤمنين مات عند الحسين. هنيئا لكم.
ونيامبا ان شاء الله اندفن عند الحسين ان شاء الله. سلام الله تعالى عليه. هنيان ان شاء الله. تسلمي يا خلف قلبي. اهلا ومرحبا بيك. الله يتقبل اعمالك ان شاء الله. بناتي خلود خلود يا خلف قلبي وخالد وروز وباسم واشراف واحمد يا رب يحفظك. رماس ان شاء الله يا رب العالمين. الله يرتشي يا خلف قلبي رماس صحه والعافيه بعد قلبي. اكيد ربيتيهم على حب الامام الحسين عليه قلبي. شموع فتون روز انا ازعق عليكم يا خلف قلبي عند الحسين واقفه يا بعد قلبي عند الحسين أشرف خالد باسم أحمد يعطيكم الله الصحة والعافية طولة العمر وأوصل إياكم إن شاء الله عند الحسين إن شاء الله. كرار أشرف الله يحفظهم إن شاء الله. إن شاء الله أيضا يجون وياكم سنوات القادمة إن شاء الله يا بعد قلبي. أسشد على حبيبك. شكرا جزيلا. قبل أعمالكم ويردكم لأهلكم سالمين يا رب في أمان الله. طبعا شفنا مشاهدينا هذه الدموع ويعني حب الزائرين لسيد الشهداء سلام الله تعالى عليهم موالين مستمرين في عطائهم. حرقة القلب هذه اللي كانت عند الحاجة أم خالد واللي هي صار يمكن سنوات طويلة لم تزور سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه بحيث استعبرت وبكت وقالت أنه الحمد لله على هذه التوفيق وعلى هذه النعمة. ذكرت أولادها جميعا وهذا دليل على أنه هناك غرس لحب سيد الشهداء سلام الله تعالى عليهم في قلبها. نسأل الله قبول الأعمال والطاعات إن شاء الله. مشاهدينا كل الأجر والثواب لكل القادمين لكعبة الأحرار سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه. طبعا إن شاء الله مشاهدينا مستمرين في هذه التغطية ونسمع أصوات التلبية لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. مستمرين خدام الإمام الحسين في العطاء يقفون ليلا مع نهار لتهيئة الخدمات وتوفير كل سبل الراحة للزائرين الكرام. وهذه التهيئة لم تكن حصيلة أيام قليلة أو لربما بعض السويعات كانت منذ أشهر طويلة ولربما على مدار السنوات على مدار السنة يهيئ الخدام يعني المأكل والمشرب وحتى الموارد المادية حتى يدعمون الزوار الكرام بكل ما لديهم من صحة وقوة وأيضا الجانب المادي للإنفاق لسيد الشهداء سلام الله تعالى عليه. اليوم نشوف قدام الإمام الحسين حتى الفقير منهم حتى الذي لربما خلينا نسميه أنه دوب يحصل قوت يومه يخرج من هذا القوت ويخرج مما لديه من مصرف للمعيشة حتى يصرف للإمام الحسين عليه السلام ولربما يعطي كل ما يملك في سبيل خدمة سيد الشهداء عليه السلام. هذا العطاء وهذا الحب متجذر في القلوب من التربية التي غرست منذ الصغر. عندما نربي أبنائنا وأكرر في كلامي عندما نربي أبنائنا على حب الإمام الحسين عليه السلام وعندما نصطحبهم في كل مجلس التقينا بالزائرات الكريمات وقالت أنه أبنائي أبدا ما يزعجوني في المجلس بالعكس أنا أعلمهم حب الإمام عليه السلام ويخليهم يرددون دعاء الفرج بسيدي ومولاي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا مشاهدينا كانت هذه التغطية الخاصة بذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام من الصحن الحسيني المطهر. كنت معكم ليلى عبد الهادي. نسأل الله قبول الأعمال والطاعات وخدمة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لا تنسونا من خالص دعواتكم وكذلك لن ننساكم عند ضريح سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين كل من سألنا وقلدنا الدعاء والزيارة ومن لم يسألنا نسأل الله قبول أعمالهم واستجابة دعواتهم وأن يرزقهم الزيارة وقضاء حوائجهم كذلك. مشاهدينا الكرام كذلك لا تنسوا أولا وأخيرا سيدي ومولاي صاحب الزمان عجل الله تعالى وفرجه بدعواتكم. ننتقل الآن إلى مدينة الزائرين مدينة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليهم ومراسلونا هناك ابقوا معنا.